منال؟ جابك الله. ايوا راه قبيلك انا غندير الكسكسو. علاش غندير الكسكسو؟ كيفاش علاش؟ راه جاي خويا. الله اكبر. كيفاش الله اكبر؟ ونجري على خويا. عاوتاني. خلاتها خالتي ادوب جاي. واش باغي عاوتاني؟ باغي يشري مسكين بيكو. تاش من بيكو؟ اش من بيكو في البيكو باش امان الله يرحم الوالدين. بيكو بيكو. الله يرحم لكم الوالدين، واش نتوما تريكا مسطين مفرك لكم العقل؟ لا انا حرام عليك. وراه بزاف. واش غنقول لك يا خالد؟ واش غنقول لك؟ اش غنقول لك؟ كيجي كيدير المشاكل، ما باغيش لا بيكو لا كرويلا لا تران. هاد العام زيرو، ما يجيش هاد الفلوس وما الاولين، قول لي غنقلبوا لك على شي بيكو نقيه وزوينه، وداك الساعه يتوكل على الله ويزيد خلفه مع الطريق. على اساس الاعوام اللي دازو ما كنتش كنزيرو، خوك مفاري كيدور في الخواط. ويمشي اخر ماشي شي انا حمقني لاني شي لقيت نادر هو عمر وانا نادر معايا يجينا هو مروان خوك وانا ايوب خويا كيما كيحترموا خلينا نحترموا بعضياتهم بركه من البسالات جاي عندنا ضيف خاصنا نكرموه والله كنكبر بك على وجهك ولا وجه والديك مو داك خوك حتى هو كيكبر بك وانت عزيز عليه وانا عزيز ولك خالد نسيبي كيدير ليا وانت ما يقولش ليهم انا لا الله يرحم لك الوالدين ما يقول لهم ما تقال كون كان في عيالكم دابا راك تحتارمو دابا شنو كيجي يضحكنا وينشر يضحكنا نقول لك كيجي يفقسنا كيجي يركب فينا العله يجيب القرعه غنديروا واحد القصعه ديال الكسكسو هذا راك عارفو المرقه ما غاتسلكناش هو ما كيشبعش لو ما قصري الكسكسو نعطيه تيشبع الله يا ربي الله اجي يقول لك ندوز سيمانه غيولي في 15 يوم ولا في شهر ايحمق وخالد صبرنا على الكثير عاد ما نصبروش على القليل صافي نصبروا على وجهك صافي نجمع كوفي ونمشي مع خويا بحال ما باغينيش انا صافي انا خرج جيب القرعه معاك ابدا راني غنولي القرعه في هاد الساعه عندك تشوف شي وحده مغاربه ايوا واخا وصافي تلاوحي تلاوح فيا صافي الله يخليك ليا ويطول ليا في عمرك يا ربي انا عارفاك واخا كتنقر ما تدوزنيش كان قلت لي شي حاجه اخرى ما قلتيش ليا تصقع جاي ونولي الله تفكينا من اختك ما مشات غفرنا الله الذنوب جينا واحد اخر ولفت عب وحدكم الله يحضر السلامه واش بغيتي نقول مرت خوك بغات تتفقع عليا تقول لك عائلتك تي كتجي عندك وانا اخويا ملي بغى يجي ورا ملي كيجي راه كيجي خير وخمير وتا حنايا يجيب لي السمان يجيب الزبده يجيب الدقيق وماكو ما وي ما نسيتي الكيف اللي كيجيب معاه بعض المرات هو رحال وعقل مالك كيف كيجيبوا ليا كيجيبوا لكم عاد انتوما اللي دخلوا معاه البيت باش كنت تسبسبوا معاه كنسبسبوا معاه ما هو اللي كيسبسب راسو على ديك النهار ما طلعت شي حاله ما كتشكى علينا قال لك ما عطاش شكوني ولا كيكينينا ودخلنا لها وخر الهضره ودخلنا وخرجنا حتى فكينا الحريره حتى دابا ما عندي ما غندير ليه جي عند اختو مرحبا بي نعطيه واحد الشيء باش نحارو واش هو كل عام باغي يشري بيكو العام اللي جا جاي على قبل بيكو ما شرا بيكو ما شرا هوندا ما شرا ترافيك راح يتسقع كيجي هنا يضرب الفليسات ويتم غادي ثاني الله كريم يمشي يجمعهم هذاك العام يجي حنا مالنا سوقنا كيجي نعطيه وقته ويمشي بحالاته يجي كري يجي كري بيه بحال عباد الله تبع عندنا لوطيل هنايا تفضل تسمعك مارس خوك سبحان الله ما بقاش كنحيا فيها الله حشومه حشومه مزيانه معانا ما عندنا ما غنديروا لها شوف يا الوالده نقول لك الله يرضي عليك انا هذا الشيء كامل ديرو على قبل خالد كنحشم منه صافي واه هي احترمتي خوك راه نسيبو هذاك ما عندنا ما غنقولو او حنا ولينا نجريو على الضيافه مانا راه دار كبيره هذه اللي جا مرحبا بيه اللي حفات ليه الجريه وما لقاش بلاصه يجي لا يجي للدار السيد عندنا حنا هنايا الوالده والله الا كتعيق واه ما بقيناش ناخذوا راحتنا حنا كاع وارتاحوا لا لا نتزوج لا لا انا باغي نتزوج انا ايوا تا يحيى الله ديك الساعه ملي يتزوج راه تكون الهضره اخرى كنت بنت الزاد وسي معبد الرزاق هي ديالك انت هي تيتزاد واخا هو نايت ولفتوا عب وحدكم بقيتوا باغي نضيفه ما باغي حتى شي واحد الله يحضر السلامه الغار ديال اليوم غار ولي بويس جي عاد اختي مواش لقيت شي وكل غيران وكاع الدوم اختي ما عرفت فين هي اختي سول على اختي نمشي نشوف اختي تا هما عندهم عمارات بايدين وطوال او كيسكنوا الفوق وانت صافي ما عرفتش تشرح لي الله يرحم لك الوالدين انا هادشي هذا راه ما خدامش لينا في الدار باش تعرف انت مالك اصاحبي هو جاي يا صاحبي باغي يقضي غراضو وغيمشي بحالاتو جاي كري لي استوديو اخويا يسكن فيه سيمانه 15 يوم ويسير بحالاته واش بغي يجي يسكن عندنا حنا في الدار فين كري لي وانت عارف هو مسخوط الوالدين وين هذاك نسيبك انت ماشي نسيبي انا الله يرحم لك الوالدين وخالي نبقاو نهزوك حنا اللي جا نهزو بي اللي جا نهزو بي ونديرو الناس خاطر ونبقاو حنا طالبين او قال لك باغي يشري بيكوب وغيمشي هو العام اللي جا باغي يشري بيكوب
من هنا عقلت عليكم نتوما كتقول لي امانه الخوان بغيت يشري بيكوب. شفتني البيكوب الاولى حشمني مع السيد، شفتني البيكوب تاع هو جاي عاوتاني باغي بيكوب. واه فهمني اصاحبي، راه هاد المره راه جامع الفلوس وجاي باغي يشري بيكوب. قال لك السيدي باغي باش يخدم بها ويهز بها الدلاع وما عرفت شنو. صافي اصاحبي الله يرحمك الوالدين. يا ربي نتيق مره واحده بان هاد السيد بصح جاي باغي بيكوب. انا راه كيبان لي كيجي على حاجه اخرى انا هاد السيد هذا. بيني وبينك راه ما كيحشمش. وايا عرفت هو راه عارف وانايا مسخوط الوالدين ناوي هو حنا نبقاو نهزو العباد الله هبانه حتى شنو حكنا مع الجيران ونسيبي واش غندير واخا هذيك بصح نسيب دير لي تاويل اخويا الا الوالده كتحشم انا ما غنحشمش منها الله يرحم لك. المهم على وجهي انايا الله يحفظك يا مروه ما ديرش ليا بحال هكا صافي اصاحبي انا غندوي معاه ما غايجي غنقرصو نقول له شي حاجه ما عجبتنيش راه غنطلق عليه فوجو غتحمي غنمرق منك انا كنقول لك وصافي عارف صافي الله يحفظك يا خويا خير دوز كلمه منين كان عياو ولكن بزاف هذا لا اخويا هذا لا راه تحت راسك بلاص عارف انا عارف حمقك المرات ومرات ومرات اللي دازو دوي مع المدام ديالك ولا شوفي ولي خوك تقرصوا من دابا راه لا جا ودارنا شي مشكل راه انت اللي غتولي تحل في المشاكل لا لا ما كاين مشاكل لا والو غيجي غنزربوا عليه غياخذ بيكوب غيمشي بحالاته السلام عليكم. كنتمنى هذا البيكوب هذا يشري ويعطينا هذا الشيء ساعه خويا خير سي اختي سقط الوالدين جبت لي السطاع مع خويا هو اللي ويل بلا ناري رابط الدار صافي صافي سمعناك وعرفناك انت جيتي ترى الدفع عندكم تسمع بزاف الدفع دخل 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 يا اختي وين نمشي كل عام في المانجي نلقى دار التبنيات في المانجي نلقى دار التبنيات ايوه وما لقيت دار عزز وانا كل عام نجي ايوه تعلم تسمع اكثر ما تهضر اختي ياك دخلنا عليك بالله كما كتقول تو النامس مشيتي عطيتك 200 قميجه وجاي لي بالدرابل فين هما القميجات اللي شريت لك اخر مره؟ اختي عندي جات انا كاع ما كنلبس داكشي ديال الزويطه وكاعت داكشي ديال ولاد المدينه لبستهم عجبوني عجبوني هن والله الا عجبوني هن اختي راني توحشتك كي داير كي داير لابس كلشي الحمد لله داير عدوستك كي داير طفل تجمع كلشي والحمد لله ما عنديش طفله عناني الله هذاك الطفل طفل هذاك راه لوسي كون سمعك قلتي لي هالطفل كون ما عرفتش دالك قاتل اللي داك مزوج دابا من الاخر بلا ما تدخل معايا في الحاله المدنيه ديال راجلي غنجيك من الاخر جاي تشري طوموبيل عاوتاني ولا جاي تزهو مع الشيخات لا جاي نشري بيكو هذا من العام ما كاينش واش كل عام دير لي سبب بيكو راه راجلي عاقبك دريك شو عاقبك راه كيديروا غب وجهي حيت انا درويش وما ليا فيهم كيما انا ما درويش انا لا درويش درويش من ناحيه درويش درويش تاخذين انا ما زدتش تخلي شفتيها ديالك اللبس ما مكرهتيش يا بطوالك ما كرهتي اختي ايوا بجمع راسك ولا باغي العيال سير تزوج دير مرا ولا رش عطاك ربعه نوع تمام وانا اختي ما انا ما نتزوج من طوع انا اللي كانت شي بنت المدينه ناخذها بنت المدينه غتقبل على واحد بوهالي بحال او مال شوف دخل مرحبا بك وجمع راسك صافي اختي يلا دخل انت صافي دخل اختي واخا دخل انا ريت بوحدك دخل ايه اختي شويه الاداب انت والله تجمع شويه في الصواب انا مولاي في الصواب مع المول ديالك مرحبا بك مرحبا حول خليفك اوه يا خالتي قال حبك على راسك يا خالتي انت كي داير بخير صحة مزيان وهي بصحة في المنجي لقيت لاباس عليك تبارك الله باقا صغيرة لا باقا صغيرة تبارك الله لقيت في الدكور قعدنا يكبروا وتحرقوا من وجهها بسم الله الرحمن الرحيم انت سبحان الله كيما خليك كيما لقيت وخليتك العام اللي فات بحال اللي خليتك البارح دخلنا على والله اقول ليا اخلتي غادي جاي غادي جاي غادي جاي باش شوفي خالتي باش جاي تشري الخط جاي يجري بيكوب وداك العام وداك العام لا قال ما كانش يا خالتي دابا درتي ويلي يا خالتي دابا هاتي شوفي راسك عندك كبر. فلوس البيكوب كاين فلوس وما عندكش فلوس تبدل هاد الحاله كل عام تجي لك ماكم كي جاتكم هاد الحاله ها قدام عباد الله قدام الناس ديال الموبل يضحكوا على اختك كاينش من يضحكوا على اختي هو يشوفوا جيبي وتشوف جيبهم قال لا يضحكوا على اختي اختي ساهله عينك دوك على جيبك جيبك اش فيه خاصهم يشوفوا حالتك بنادم راه من شخصيته كيعطيه هيبه لراسو كي انا ما سوقيش في عباد الله انا نشوف راسي اللي بغى يشوف راسو يشوف راسو مالي انا حاضي عباد الله شافتك اختك بهاد الحاله اختي اختي راه مفتخره بيا انا مفتخره بدوار كلشي كي وعندك عاود ثاني تجي تبقى عاطيها لا لا ومالي وتقلقي في الصالي تنسى البيكو والله هاد المره لا دات مني شي بطل شي نهار والله حتى غضربك حتى شي بيكو قلت لها انا دابا كي الدريات عندكم هنا قلت لها زينب سمحي لي يا خالتي انا جبتي السمن اللي وصيتك عليه كاين السمن جبتي الزبده كاين الزبده وكاين السمن جبتي البيض اللي بغيت واخالتي انت عارف انا غنجيب يدي خاوي وتعرفوا لي غتهلا فيكم ومازال نخرج نخرج انا وراجل اختي
وتقدى لكم هنا شلاها وعدك عدك تقول لي احقا راني وتي متخميش متخميش كده مشي لغنو دخلتي نوض هذاك الشيء لختك الهيف كوزينه كيعخلني راك سمنتيهم تما في هذاك الصاك مو انا غنو نوض وسلامه خالتي نوض يقطعك نوض والله يخليك لينا خالتي راك عزيزه الله يتفقاشوش الله اختي الريحه اللي مشى بها داك العام هي اللي جابها نقول ما دوش عام كامل انا غندوز عندك العشيه ان شاء الله حيد حيد بلاش يلا خمزار كبيره بخير بخير امورك مزيان الحمد لله الله يعلم يا خير كبيره اش كتعاود الحمد لله لاباس راك عارف الحراره والصال الله ما كرهناش شي بحيره والله العظيم والله انا الصراحه ولا ما كرهتش انا شي بحيره ما كاينش معامل ها في الغابه غادا عندنا هنا غادا يا دابا ما نحسن منا حنا ما تجيش عندنا حنا تخصوني لينا نضربوا شي بحيره انا وياك ونفوجوا ونجيو اش فيها ما فيها والو راه غير ما كنزعمش كنقول نخاف نبرزطك ولا شي حاجه واش دابا انا غير كعارف بالعكس ما عندك مناش تبرزطي مني انايا والله العظيم الله يحفظك شنو نقول لك كلشي مزيان صافي الحمد لله وما نسيت البحر نسيت البحر دابا راه البحر زوين في هذا الوقت البحر كيبقى وناسه راك عارفه واش نمشي انا ونبقى مقاس انا والباراسول يشوف فيه ونشوف فيه ماشي مشكل بغيتي شي نهار تنمشيو انا وياك البحر نمشيو انا راه خاصني علي ونسني بصح ماشي مشكل غير قولي لي لوقات عندك خاويه ونمشيو نريحو تما نتغداو ونجيو بحالاتنا صافي ماشي مشكل واخا نمشيو علاش ما نمشيوش الله يحفظك المهم انت امورك مع الدار مزيان لا الحمد لله صحه بخير صافا الحمد لله غبرتي على العفريت الله يلاه غبرتي انا نجي كل نهار نشوف منال زعما حتى نزار بغيت نقول لك شي حاجه قول انت قول بغيت نقول لك ها النهار تكوني مساليه باش نمشيو للبحر ماشي مشكل واخا صافي واخا طلع عند منال واخا على لا كتجيب كمنال ما كنجيبوكش حنا لا والله منال ونتومايا وياك عزاز والله راكم انا طالع للدار ولكن وقيلا نخليك مرتاحه انت ومنال لا يلاه طلع ولا سنا نتوانسو كاملين واخا يلا وا خون وا وانت سيبي بقات لك غا بلاصه ديالي دخلتي ليها تما غطي فيها يا حليلي ناقة لا لا مع طريق مع طريق يا خويا راني كعارف لي جاول كيفاش غتعرف تحترم شويه كيشنو انت ترى بيت ناس ديال الراجل ومراه هذا اللي داخل تدير فيه هكا تمالك خلي ليك تشري ليا فيه ترى بيت اختي هذا اش من بيت اختك تا بيت اختك راه خليته عندكم في الدوار في الخيمه هذا راه بيت ناس ديال راجل ومراه وافق شويه ولا غنضرب لك راسك مع هذاك الحاج انت قلتي هذه ما تجيش حمقني انا تخلي امك وباك هانين وتجي عندي انا تسطيني الله يرحم لك الوالدين بارك عليا انت حتى قلتيها قلتي بيت ديال راجل ومراه وين راجل انا مني انا بقى دري صغير انا لا متحمق اش جاي دير كيما انت ما عارفينش اش جاي ندير اش جاي دير شوف بلا شوف بلا متحمق هذاك الشيء اللي كتقول ليهم هما ماشي انا شوف صاحبي انا جاي ناخذ واحد البيكو جاي تخلف معايا وانت تسيبي عارفك عندك مع السماط بيكو بيكو وبيكو بس احمي واش انا نكذب واصاحبي خاصني باش نخدم واش انا العام اللي جيت تديو لي الدريات انا رجالات شوف انت انا في العشيه العشيه غنخرجوا انا وياك كنعرف واحد جوج دراري سماصريه حتى اليوم اليوم نجي تابع دابا اسمعني دابا اليوم يلاه جيت يلاه جيتو ومع الكار وعكان اليوم راه عندنا واحد البروغرام اخر شنو هو البروغرام بروغرام عندنا اليوم بروغرام بلاتي قعدت تقول الدراري اختي بديت قلت لي مشاكل شنو هو اخو الهضره تبقى بيناتنا وعدت تقول الدراري اختي اليوم راني جيت ندكدك خصني فين نفوج وفين نبدل الجو بدي تعرف شي بارق علي في الدرج شنو شي بارق عليك انت باغي تخرج عليا انت اسمع انت باغي تطلقني وانت فوتني عليك انت شي بارق انا ما كنشرب انت كلشي على حسابي تطلق مني ولا انت كلشي على حسابي بالله تعبوك والله لا خسرت العام اللي جاي لقاك حسيت اخويا غالي وانت اللي كنبرعك انت والله لا خسرت انت تفوتني عليك تنوض تنوض ليا بلاصه انت اخويا خالي تنوض اختي اش غندير وتنوض اصاحبي تخرج لا عتي قال انا دابا تنبع انت تقول الدري انا ما بغيتش سير دوز شعر كان بحال القرد وانت قلت لك خويا انت واش شي خوك مشحوم ويلي 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 الناس عندهم نساب وانا شواش عندي قرينا كحله عاودي بخير امورك مزيان والله يا اختي الحمد لله مع تماره وصافي وانت عارفه الصعودات والصيف قولي لي هذا العام اش دايره اش من بروغرام عاودتي لي سولتك فواتساب ما جاوبتيني كاع خليها فين غادي هذا العام
فين غاديين غنشوف فين بغاو الدار ديهم وغنديهم. ياك نتوما عندكم الدار في جديده؟ لا اختي قالك حنا كل عام جديده بغاوني اختي انا نخرج هاد العام ديال العائله شي بلاصه. لا لا تعاونوا ديروا شويه 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 وداك الساعه وسيروا طلعت سفره وزانه بصح يتعاونوا معك واش شي كيشوفوك خدامه ما عندك لا احمد لا محمد ايوا اوبليجي لك خاصك تخرجيهم ومن جيبك باش يلاه يقولوا لك الله يرضي عليك بزاف عليك ويلا راه اخبار دابا السفره طلعت مليون جوج واش غادي ندير هذا سيدي جات الوالدين نقول الحمد لله ونخرج سبيل الله نمشي مع شي فين هاد العام لا انا تسافر جا عندي كيفاش تسافر جا عندي تسافر كله لعندي جا خويا وما كيمشي حتى كيطير ليا الفريخ عند بحنافي جا عاوتاني نفس الاغنيه باغي يشري شي بيكو بيكو جا يشري بيكو صافي وقفي معاه حتى ياخذ ديك لي غراضه شي راه ما كيمشي حتى كيسطيني وانا ما كنرضاش قدام عائله راجلي والله عمانة دار زعما ما مأديني حتى شي حاجه وهو شويه باس دابا هو كيتعامل بطبيعته ديك طبيعته واحد ما بغاها واش غديري والله الا كيقلب ليا دهنا انا كنلي واحد الراس تيمشي نشد الفلوس ديال البيكو تصطر لي على البيكو نشدها ونمشي نشري لي غا عيالات نتفرض لي شي اربع عيالات كنزوج باقي وعليها كون كنزوج عمي لقى كاع الوقت باش يجي عندك وانا لقيت غرض ومشى فنين بليتا والله كون قلبت لي على مرا بلاصه البيكو وزوجي وتهني مالك والله ما كتشي راه قصه طويله اللي شافها بغاها وشي زواج ملواه معاها خوك انا باين شي واحد شاف السمره نري يقول لك زين صحراوه شاف الفويسيه نري من الخلاق اما لا شاف الكازاويه تما بات شوفي شوفي لي شي وحده من هي باش يدير مالك باش تكلي وجه هذا لا ما تقدش عليه لا واعر عليها جيبي لي قرحه كاس المولى دابا 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 وليدو ماشي اتشي ها هو يلاه كيتيني غادي نعمرو ياك هانيه الحمد لله طيب لينا شي كويس ديال اتشي ان شاء الله صافي قادو المشاش واخا اتشي صافي صافي وحق الله على الله خارج واد السابق ما خارج فين انا هنايا وعندك تمشي تخرج ليا مع داك نسيبك ما تعرفتش عافاك تقولي هادي امي كيفاش عارف داك ما يمشي معايا ما يمشي معايا انا التيطار انا عارف ودعوي البلا عارف وجاي باغي يدور ويبقى قال لي مع راسو انا بعيد طريق ماشي هي طريقي الله رد بالك راك مجوج وغدير الاولاد في الطريق امي وزيدون اختو غتقول لك حتى اللي مزيد وهذا الشيء راه ما هو ويجي يدير لي برك عمرها هو الشرابات 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 تيكمل الفليسات وتم غادي لدوار راه وحده اللي كتمشيت معاه ما عمرني مشيت معاه انا في حياتي وراجع عندي قال لي واش تمشي معايا ديني واش نقص فيك تيسير سير في اش بيني وبينك انا عا كنحشم وكنحشد عليه مروان اما راه نجري عليه كنديرو وجه لختو بصخط الوالدين والله كيجينا مشاكل تخلي داركم باركين مهنين وتمعجع الحصيصه كلها ديال العام وتمجي طقطق هنا على البنات واش عفايش ودعوي البلا واش غيديروا لي هو بحالهم يديها في حالته يمشي يكسي على راسه ويصبط راسه هو يحشم بقبيله وتجي قليله امي دبر راسه حنا على وجه اختو ولا وجه مو با راه داكشي علاش هزين ويضرب معايا شويه نقول لخصو وراه توقع لي شي حاجه راه ما غيقولش لك هو يقول لك نتوما عارفين وهادشي مخبين عليه اش مخبي عليا اش ندير ليه امي انايا بقى مقابلو هنا داري صغير هو لا لا شي نهار غنطلع للبلاد ما نكذبش عليك وغادي نقولها لهم هادشي اللي كاين ولكن 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 باش ما تجيش تسبع علينا حنايا لا اله الا الله امي بلا ما تزيد لينا هم على هم الله يحفظك انت مالك فيه امي ما تمشيش مع وليدي الله يرضي عليك خلي صورتك نقيه قد دمرتك ماشي معاه ما هو عمرو كويس هذا عمرك دابا ها سلام تيش كديرين؟ جيت عند منال تي كاش كتجي عند منال صاحبتها؟ ها صاحبتها وقال حتى هو خوها ياك؟ اوه تي خوها اجي واحد قال لي انتم عندكم في الدار بيت تبارك الله الصاد على هافي حنا صاحبها والعربية عندنا هي اللي فيها الصاد قولي نعم بس هذا هو غير بس نسكم وكرا عيب عيب ندخل على الناس هكا راه راه مستور بجلابة قولي لي تي زعما ماني قاعد صاحبي تاع الدد زين كامل وحنا ما فراسنا والو كاع لا فورناش كاع ياك انا جبتش الوقت راه ديما كتهضر لي عليك مانا الوقت جابتها جابتها الوقت بالله الوقت جابتها كيفاش الله سميتي فاطمة زهرة الله إذا قال لك الاسم قال لي كتعجبني فاطمة ويلا فاطمة بسم الله ولو 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 أختي أختي سعدي مختي وفرحي مختي وأحسن خط عندي في العالم بيت سماطي بيت لبس غير بيت نعس فقط أختي أنا تسرد يا باكيا
مدوش ريحتك عاطيه مدوش باغي يحشموا بيا يسحبوني انا موسخه واش كاع النقه ديالي درتي ليا في الزيرو انت سمعي قالي ريحه سنانك راك عاط عاط ريحه سناني ريحه فلوسي ديك سمعي ريحه سناني قولي لي اختي اجي نقول لك تهزولي اجي نقول لك انا حبيبتي كلاس ماشي ديالك انت ومين زدتي بهذا البيل سماطي واش الناس كيلبسوا هذا البيل سماطي مالك مالك شو كيف انا فاطمه زهر وكيكركوا عاجبو الحال حتى واش حولنا بياضك في الدار خالي صافي اخويا ما ديرش عليها راه مسطي هذاك ديال الخلاف اخويا راه مسطي مسطى معاه انا اللي كنهبير هو نهبل انا وياه انت علاش هادشي كامل مال فاطمه خالي وما تحمقنيش صافي فاطمه الزهراء راه ديالي شويه الله يرحمك خويا والله ما يزيد نهار هنايا انا على وجهك قبلت باش انه يجي وباش يسكن معانا قالك بغا بيكو باغي ندخل فيسبوك ونطلب على بيكو عطاني تي ساعه انا غندوي مع اخويا ونشوفوا لي شي بيكو ويمشي حياتي انت اخويا خالد اخويا انت امتى بين وبين صافي الله يرحمك ولدي ما تعصب واش جاي عند اختو كتولي الدار اصاحبي انت وياه واش جاي عند اختو من اختو واش داير فاطمة الزهراء وصافي ما عارفش راه ما عارفش هو مسقط الوالدي راه ما عارفش ما عارفش اش من عاشو خاصها امراه اي سمعي 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 حق الله تندوي معاك ما نقول نوض الدرجه صاحبتك زوينه تتزوي زوين مو ضر ماشي من سهمك وانا خديها وانا نوض وسلامة وتسلم يا نوض ترى هذوك غنبوس اليد حتى الصباح نبوس اليدين والله ترى نبوس اليدين وبوس رجلين اما هادشي هذا ما عجبنيش انايا وصافي يا وحنا قبلنا اللي تكون معانا وكنا صاحبي لا والله تندوي معاه ما عارفش مسكت ولدي صافي الله يخليه ما خاصش يشدو نجي فوق صافي سير سير ويلي 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 مسقط ويلي ديال المشاكل واخونا واصاحبي تدوي معايا واش جايبني انا باش تلعب اخويا خالد لا جايبني القهوه علاش انا جيبك القهوة بيض نهضر معك وحل الموضوع شنو الموضوع اصاحبي راه دوي معايا في الدار لا شي جرجرني حتى لهنا الموضوع اخويا ماشي ديال الخيمة هذا الموضوع ديال الخيمة اه جا تريب عليك زيد الموضوع اخويا ما كيبغيش خيمة كيبغي الخلا خلا اه صافي الله قولي لي دوي معاك لا قبل لا قبل عجباني واحد الدرية عجبك شي دليل؟ آه شو قلت لوالدين شكون هي هذا عاوتاني دير لك فلوس دابا انا كتجيبها نشري البيكو راه عارفني باغي البيكو ما نكذبش البيكو ديالك يسير في حالك لا دابا ما بقاش عيني في البيكو ولات عيني فاطمة عاود؟ فاطمة شتا مسطي ولا مال؟ لا شوفي شمن فاطمة؟ فاطمة هذيك هذيك الدرجة هذيك الطفلة اللي كتجي عند اختي وراه عرفتها هذيك الطفلة اللي كتجي عند اختي والدار شبعان شبعان من الزين انا ما خليتك ليا فين فين تشوف اسمع هذيك راه ماشي في طريقك ماشي داك الطريق حتى اللي كتشدها ما تجيش معاك ليها هي حتى شوفها تقول لي انا هكا لا هكا انا فاطمه نخلق من فاطمه جيب لي فاطمه ها اخوك انا وسي انت زعما سيبي وزعما الله يحرق بوها نسوبيه معاك وانا زعما مالي فيك وعاطيك الدري اختي عاطيك زعما انا نهار جيتي للدري اختي رديتك قلت لك بسم الله قلت لي بقره كنوكل فيها اش عاطيني عاطيني طياره اه دابا اختي ولات بقرة هادي انا الله يرحم لك الوالدين جاي تاخذ البيكو خذ البيكو وسير في حالك لا ما تحمقني انا حتى والله لا تحرك ليكم من الدار بيضاء ناخذ فاطمه قالها ناري يا رب باش من دم بيكو ولدي قول لي بيكو انت بقا تسنى هنايا راه كدوز من هنا اثنين والخميس في الصباح بك خالي خالي الله يرحم لك الوالدين ما تحمق انا مزوجك اخويا خالد كنا لا دور غنزوجك بيه انت دابا كتجي عندكم للدار ماشي هي هادي فين هي فين هي فاطمه خالد واه خالد اجي خشي معنا زيدي زيدي مالك اخويا محتاج شي حاجه شكون قلق بغيت ندور لك شي حاجه وما ديرهاش مني قلت الصوار كنسمع اخويا انا عارف انا وياك عياب تيقار بالعكس راك عزيزه مروه والله الا عزيزه والله انت عزيزه عليا اقسم بالله ولكن اخشي ما كانتك من ما كانت خوتي راه خوك راه عيق بزاف وقجر عليا اش دار لك ثاني واه عاونوه بالمشرى ديك القرقاشه اه مانال واخشي العام اللي جا بغا بيكو ما شفنا لا بيكو بلا والو كيجي يقولنا جوج كلمات ما بقاو نتيقوا فيه وما داش من قلت الصور عندي فلوس صحيحه هز معاه راه حتى كتشوف الفلوس بعينيك ولكن اختي هانشي حنا قلنا ماشي مشكل بغا يشري بيكو الله يسهل علينا نعاونو هذاك الشيء اللي بغينا نوقفو على رجليه فاطمه الزهراء قول لي عطيها شي ساعه او كيدير معاه شي ضحك باسل واش تقبل هذا الشيء باش ديرو مع خالد راجلك مروان غنقول لك واحد الحاجه
انا عارفاك عينك فاطمة الزهراء. هي انا داكشي ماشي صغري، بغاتك بغيت الله يسهل عليكم، ما نتمنى لكم الخير. الحاجه الوحيده اللي بغيتك دير في بالك ان خويا ايوب راه سمالو غا هضره والله يهديك، هو غا سمعني نكمل لك فيه غا الضحك والنشاط، والدريه اللي شافها يقول لك زوينه ولا اخر عمرو ما يديرش حاجه خايبه خويا، وكنعرفو قلت لك راه سمالو ها هذا اللي خارج عليه. وامانه هادشي بالنسبه لك انت، ولكن بالنسبه لي انا كراجل كنشوف وحده باغيه مع واحد اخر راه ما غتدخلش ليا العقل وما غنتقبلهاش. علاش ما كنديرش انت شي حاجه رسميه؟ وانتنا حنا تنديروا شي حاجه رسميه وخصو من دابا يحترمني الله يرضي عليك. انا شوف هذا الموضوع انا غنتكلف به وكاي على خاطر غير ايوب ما ديش عليه، راه ماشي غير في هذا الموضوع ديال البنات. انا اصلا كنت غنقول لك مروان ديروا معاه الخاطر بين ما مشى، راه خالد كيبقى يمكر عليا كنقول له شوف هذاك راه بحال البوهان. شو هو الدري صغير نديروا معاه الخاطر؟ راه بحال الدري الصغير. ولا بحال الدري الصغير اختي ما تسمحي لي على هذه الهضره، راه خاصو غسكتو ما يكوش يبقى في دارهم اختي الا كان دري صغير. اسمح لي يا مروان وما ديرهاش ملي قلت الصور، دير غا بوجهي. واخا اختي مالح والله يحمد الوالدين حجيتي عندي انا ودوي معاه قولي نقص داك الشيء اللي كيدير. الله يعطيك الصحة وسمحي لي. وانا والله ما كنتش بغيت نقولها لك، انا اللي سمحي لي ولكن صبرت حتى صبرت وقلتها لك. في ريت الله يكمل عليك بالخير يا ربي. يعني فمك ربي الا فرق لي داك خوك، الا عطاني اتساع داك خوك. من نقول لك هي سوارتك؟ من نقول لك هي سوارتك؟ خلي قفا الدار باش يبقى عندك سوارتك. مالك اخويا شنو طير لك عقلك؟ ربي والو والله. اش كاين؟ تخاصمتي مع شي حد ثاني في الخدمه؟ اش غنتخاصم؟ الخصومه راه عندي انايا في الدار وانا ما عارف. سلامة يا ربي وليدي، حنايا كما شتينا تخلينا الحمد لله ضاحكين لاعبين ومخاصمين مع حد. مسخوط الوالدين. شكون ايوب. مالو؟ ها داير شي كارثه. قال لك سيدي ولا باغي فاتي. فاطي؟ أنا تكون فاطي، فاطي ديالنا صاحبة مرتك. وهادشي اللي يبان لي ويلي من الحمارة الطيارة من البيكو ولا باغي يدي مرا؟ مابقاش غيدي البيكو دابا. مروان غيقبر أمك. ناري 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 ناري. أنا نقول لك هاد مسخوط الوالدين كيدور. ما فهمتيني والله ما فهمتوني. غيدير لنا شي كارثة. ولا قال لك جاي ياخذ بيكو. جاي شي شفتي فيها كتقلب علينا. والله ما فهمتش امي انا، والله العلي العظيم غير الا مشات تشوف راه غنضرب وشي تصرفيقه حق الله العلي العظيم. غير عندك عاد تقال في دبل حتى حاجه راه والو، راه عاد ضرب ويطيح. غيب بحال هذا كيغيب، غيب ونهزو ندي ونحطوه في العروبيه ديالو. تحسب علينا راجل. تحسب علينا راجل. ما فهمتش انا والله ما عرفتش شنو غندير معاه. طيب وشنو قلتي لي؟ واش غنقول لي امي انايا؟ قلت لي اخويا انا ما عندي ما ندير لك. مروان ساق الخبار ولا لا؟ ناري غيطوي على راسو. مروان حاط عينو على الدريه وهو باغي. ناري غادي يطوي كاع وما في ماما كامل شهر اربعه باش يتطوي هذاك، على جوج غادي يطردقو. فيها واحد ونص والله المشاكل تلقاها والله العظيم. حق الله العظيم هو الحل اللي يضحك عباد الله. ناري بيسمعوا مروان كحلتيها يا ودي ما عرفتش غادي نقول لك التسميه ما جات معاك. اش تاع عقلك؟ جوج سوايع وانا نتسنى فيها. فاطمة سبحان الله ناسي ما ماليش شكشي كنت دايرة فوراش ساكن مخبية كنتسنى فيك وما لقيتي فين تسناني عهنا اختي شوفني خالد ولا تشوف جدي الدري اختي كيشتي الا شافني دابا غادي تسبع في ديال سبع راه مشيتي انا غنسبع فيك سبع مشيتي تقتلني فاش تجيبي سكتة قلبية شوفي انت واخا تسبيني انا ما تسبنيش اختي الدري اختي ما تسبنيش انت واخا تسبيني واش تي انا كنحبك وكنبغيك هنا في قلبي واخا تحبيني كيقول لك دقات الحب ما تدورش الله يحفظك انا ما كذبتيش ايه الصراحه الصراحه انت زينه الله يخطي حق الله الله يحفظك تبارك الله شعرك زوين وعندك هنا الزغاب طويل الله يحفظك كيعجبوني الترجات اللي عندهم الزغاب ديال العين يوم طوع انت انا كيعجبوني رجال بحالك اللي تبارك الله قلده وزينه وجلابه ودايرين الطاقيه تبارك الله حرفهم كحلين كيحمقوني ما كنتينا ما كنتش كنسحب راسي راني تنعجبك وي وي عجبني بزاف انا ما كنتش كنزعل نقولها لك او المايض انت على تشوفني تشوفنا خبر البنيه وبينك بصراحه انت راه انت راك ماشي في حياتي شوفني وانا راه عيني النمر ديال التليفون انا كنجبد المورد عامل حق الله انا خاطرك فلوس كاينه كلشي كاينه عيني النمر ديال التليفون بقاي ديالك جات تما ديال اش عندك دابا؟ شفتني الا اش عندي؟ اش عندك دابا زعما فيك انت غادي؟ انا ما عندي والو انا عندي يدي اش نقول لك؟ اشنو؟
بلا ما نطلع للدار عندنا هنا نشوفوها ونخرجوا هنا وياك. انت واش مزاح؟ انت وين مزاح؟ وين نخرجوا ندور؟ يا ربي الحياه بدات تحب. خاطر سمعك مهنال وتولي قاعد. اه بصح ياك نمشيو ندورو. نمشيو ندورو نديك شي بلاصه زوينه. يا ريت المهم هادشي هادشي بيخلعني هادشي. علاش؟ هادشي كاع زهر. علاش زهر؟ انا خارج معايا سيد الرجال تبارك الله. راجل ونص واي واحد تمناه. شوفي كلشي ديالك. كلشي ديالك زيدي حبي شوفي راني بغيتها فاطمة الله انا خالد يا الله بغيتي شي حاجة؟ ما بغيتش والو لا ما بغيت شي حاجة بغيت نفهم واحد الحاجة انايا هي اللي باغي نفهمها واش هاد خوك باغي نوض ليا شي روينة مع مروان مالو لا ما مالوش مالو قالك اسيدي ولا باغي فاطمة الزهرة تاش قربوا لفاطمة الزهرة؟ ها؟ تاش قربوا لفاطمة الزهرة؟ واش هذا مسطي ولا مالو منا؟ خالد وصافي انا مالي حتى حاجة واش خلي دايرة كلشي كيجي ليا اجي مالا نتبراو فيك اجي مالا نقولوا لك اجي مالا نفعلوا لك راه بزاف ياك ولا من غتبرى؟ انا محرشيه مو محرشيهش عجباتو الدرية شناهو؟ هاكا نضحك معاك والله تيقتلو مروان راس مالو غا هضرة واش دابا ايوب غيديو عليه؟ غتخلي راجل تبارك الله التهازين وطوله والاداب والاخلاق ومربي احسن تربيه وباغي ياخذها واش غديها في ايوب وانتوما فين هو اللوجيك اللوجيك قتلتوه ساليتي كملتي خوك ما جايش ياخذ بيكوب خوك جاي باغي يتمرقل بينا باغي يحمقنا بحال ديما هذا هو المفهوم شحال من مره كنقول لك غيجي يا ربي لصق ليه شي خرشاشه وخليه يمشي راه حتى اللي كتبقى تطاول تويا اليوم غير كنعيط ليه كنقول ليه اجي تشوف انا ما نساليش انا ترى خوك راه حرايمي خوك راه حرايمي مالوش كيدير كيمشي عند البنات مشي عند البنات والبنات يعرفهم فين كاينين والطوموبيلات راه شي العام اللي جا هنايا خسر فوق من 6 المليون على المسخات كاع ما يسواو كاع ويلي 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 داك كون مشى دار دار ومراه كون حسن ليه لا راه ماشي هما اللي مسخات هما دريات نقيات الله يعمر لهم الدار راه هو اللي مسخ مقطط انا مسخ ايه مالو ومالو هما اللي ضربوه على راه اللي جا عندنا ماشي مسخ ما قالوش اللي جا عندنا هو اللي مشى عندهم تسمى الحبيبة خوك هذا تشعل لينا على واحد الحاجة هذا خوك يكون هو سبب طلاقك انا خالي مني لا واش انت خويا الهضره وانا نقول لك انا كنبغيك انا درت لك شي حاجه ما يجيش عندي لالا انا الثقه اش بيني وبينه سير ايوب الله يلقيها لك الله ياخذ فيك الحق يا سيد ربي لقى بيكوب اليوم قبل من غدا وعطاني شي ساعه وهو ما مجوج باغي يطلق العالم كامل كيرهاتي لي زينتي الخارجه والله دار بيضاء جاي راه غنبقاو ديما نخرجوا انا وياك بحال هكا ربي ربي والله كاين بيناتنا ودي راه ماشي يا بينا كريم واش شري وايا شاد دافي وعاجبك الحال حتى جات قدري انت ساعه ولا لا انت مالك شوف انت كيفاش انت مالك شوف الله يرحمه انا حيد من طريقي ولا ندخل فيك ما كاين اللي يدير لي المشاكل قد خالي انت عاجبك الحال شاد دافي وعاجبك خير انت مالك بيني وبينه انا شغلك فيا اه انا تقعد سيرتو مروان ماشي شغل انا باغا هو باغي الله اكبر يا كفته مساره كيف راه قالت لك انت باغي انت ما كنهضرش معاك تخص راسك بعد منهم انا اللي بقيته الله سبحان الله انتم ولاد المدينه ما عندكم نفس كاع وما عندكمش نفس انتم ولاد المدينه اكون كنت انا تكون ياك ولا ما نبقى نشوف فيها حق الرب واه وعقل على هادشي اللي درت واي عقل حسابي مع خالد ماشي معاه انت حسابي بيني وبينه بيني وبينه انا كبيره كافي عمري باش نقول لي نكون معاه يرحمك هي كتحبني وانا كنحبها انت مالك وعقلك انت شي مزيان وها كاع عقلك دار شي عينيك اه سير سير الله يرحمك ها هو غادي انت سير والله لا بقاش فيك انت ما عندكم نفس هاد بنات المدينه زعما اه والله حق حق مولا انا ما عندهم نفس عجبتيني فيه انا اختاريت وعرفت اش اختاريت انت انا ملي قلتي لي باغا وقال لك باغي انت والله تعجبتيني شتي يا فاطمه حق مولا انا ما عرفتش شنو هو ندير عليك انا كاع حق الله انا موحار واش باقي نمشي عند امي العرويه انا كاع حنا غنجلسوا انا معاكم هنا حق الله ما بقيت نمشي الله يخطيك عليك صراحه شتي والله انت ما كاين بحال صراحه والله لكن خاصني شي راجل بحالك هما وشان وتبارك الله الصوت شعل نهرتي ويخاف يا ما خرج يالا افتح لي راسك غدا مع عود المدينه صافي انا عايش من الطور نمشي وفين ما بغيتي نمشي ونمشي وقال نهضر معاك بنيتي مرضي وكاتي نعمر كويزيناتي ونقولك ندوي وعا نهضر معاك زعما صافي راه هنا مالك يا خالد
دخلت خوك راه ولا داير المشاكل ولدي بزاف. الله تحشمت منك الخالتي وبنيتي، راه حنا اللي حشمانين منك. هادشي كله راه دايرينو على وجهك. راه خالد ما كيسمعش الهضره، راه خالد اللي داير هاد المشاكل. دائما كنقول ليه خليه يشري خرجاته كيما بغات تكون، صافي وخليه يتكركب. صافي دابا راه قلتها لولدي، قلت لي غيدورو دورو دورو رجعو كلو ما عدتي عدتا، مالو هو واش داير؟ راه خوك اللي ما باغيش يشري حتى شي خرشاشه، هو راه باغي غيبقى غادي يجي. دخلنا عليك بالله ايوب الهبيل، ايوب الهبيل غدي عليه هبيل، وانتي اللي هبيله وانا اللي هبيله، وما داك راه يهبل قبيله وجهي قليله. سيري سيري خالتي، راه واخا يبان لكم هكاك راه ما مطور ما حتى شي حاجه باينه، تابع العيالات راه ما مطورش كاع اللي مطور كاع اللي كون كان مطور في هذا العصر ما تبعيش العيالات، راه يخرجوا عليك. راه وليتي تخافي على الراجل ما تخافي على المراه الوقت، العيالات راه قادات. وهضري معاه شوف بنيتي والله يرضي عليك، لا ما هضري معاه يعطيني لينا الفلوس ومشي انا نشري ليه هذاك البيكو ولا التاكسي ولا اش باغي يشري ونصيفطو بحالاتو لدارهم باش باش ناخذ الفلوس من الصاك ونمشي انا وياك البيكو بلي نشريوها كيما بغات تكون. والله ولا شري حتى كروس وحمار ويمشي يرجع دوارهم. والله بنيتي راه خلق المشاكل ولدي بزاف، ما قادي على مشاكل ما قادي على صداع. صافي خالتي صافي نعمر لك بريدي ديال هادشي نحطو بطيسه ديال حلوة ونضحكوا شوية. يلا وسيري سيري قبل ما يتصرف لينا على ديك الساعتين. والله ما بقات فيك. سيري يلا سيري يا ربي ما يدخلش عندك ويس ساعتين ترجع بيها عفاق السي ومجاجي. كمل هاد الجهنة باش تفاق كمل. هادي. لا 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 كل احنا في القهوة. بنينة بنينة وحدة بنينة. الناس كتشوف فينا الناس كتشوف فينا. الناس كتشوف فينا صافي نصبت لك على واحدة أخرى. عندي صبعي. لا أيوب. شوية دابا فخشي شوفي الصراحة ما عندي ما نخبي عليك كي جاتك الخرجة ديال البارح دورتيني شوفي ليا ملي كتشوفي ليا بعيني زرقين كندور لا مارو كيبان ليا باقي باقي سكرانة قويين عينيا عرفتي كيما كانوا وانت معمرة ليا العين قولي شتي البلاصة اللي ديتك شي خيات وشتي نبقى نديك ديما نخرجك وندورك ونديك فين ما بغيت وريك كازا كيفاش داير الصراحة كيما نخسر عليك دم جوفي كيرا هي كلشي في حياتي اكيد نقول لهم انا باغي فاطمه وكان يقولوا لي لا شكون هذا اللي قال لك لا كلهم ما حملوش يا عرفوا بغيتي خدي راجل وراجل نادي وانا حملوك شوفي راه ما حاملينكش شوف نقول لك ايوب دابا انا بديتك خرجتك تهليت فيك يا وانت راه خاصك تهلا فيا شوفي انا اللي قلت يا مش واحد اش غدير قلتها اللي قلتها اللي قلتي يا دابا دابا انا بغي غنطلب كي عاد تشوف انت الطرف يدمي من الاخر من الاخر انا عيني فيش البيكو اه كاملين وكاملين لما يبقاو عندي انا راه يبقاو عندك تمشي انت غتخسر فيهم وكاكين ولا في بحال الشر شناهو الفلوس راه نعطيهم لك ايوا عيد دوريني بيهم وبينا غنخرجك وغنساريك وغنديك ما بغيتيك عجبك على الشيخات غنبقى نديك ديما للشيخات دابا صاحبي اللي كيدويش عليا فاطمة كنخافي هروبك صحاب المدينة ويديو لك الفلوس ونقول لك بصراحة هذاك فين نجي يدوروا لي ديك الدرقات ما يخليو لياش الريال في جيبي ريال لا انا لا انا بغيت نحافظ على الفلوس باش نتزوجوا انا وياك وتلقى باش نديروا العرس وباش فين نسكنوا ديال المرأة القوطة المراه القوطه وديال الدار قيادي هي اللي حطت الفلوس في يده وتعرف كيفاش تصرف فيهم وتعرف كيفاش تقادهم وفين حاط الفلوس ديال بيكو وتبعنا راه عارفين حتى واحد فين حاطهم والله نبقى نمشيو نجيبوهم باش يلاه دابا نعطي الفلوس يلا نو ولا شي نمشيو ندوزو اه عندك عند الشيخات عاوتاني دابا نعطيك الفلوس الشيخات من الشيخات نعطيك الفلوس انا علاش ما نعطيكش الفلوس انا خويا خالد باش نجيك من الاخر راه لا باقي لقيت هنا في الدار والله تنقتل انا مش عارف حتى نشوف ديتش عليها صاحبي هذاك راه كون وقرتوني الا انت لا مرتك ما تديش عليه مرفوع عليه القلم وراه بعقلو كون راه كيضحك اصاحبي اش هادين فكره ديال الكاميرا خفيه هو كاميرا خفيه اش كنقول لك تلاقيت معاهم هو يعطيني كلمه وتا هي كتقول لي كلمه تا هو في الزنقه والله كل ما عرفت الجيران يهبطوا لي غادي للحبس نشنق عليه تما مروينه صاحبي كتفقس في راسك اصاحبي واني انا مشيت وحده تجي وحده تتشا واش هبيل حيت خديتي اللي كتبغياك ماشي تقول لي انا مشيت وحده تجي وحده انت كان عليك تقولي لي شحال هادي اصاحبي علاش بقيتي سير ما قدرتش اصاحبي كنتسنى الوقت المناسب باش نقولها لا جا هو استغل الفرصه بغي يديها ليا والله لا كانت لي راه ديها لك هاد باللي غتسطها مسخون يديها والله تنتقات انا وياه واخا نعرف انا وياه نمشيو لعند المخزن عندي الفلوس هو انت ما عندكش عدي الله وعرفنا الله عدي الله انايا شي انايا عدي الله يا خالد صافي وما تعصب ما والو صافي تفرقع فيك شي مره حيت انت ما محطوطش بلاصتي كلشي الطريقه كيفاش جاوبني تقول السيد ما كيعرفنيش
سير في حالك، انا باغيها وانا هادي ودخل وخرج بالهضره وشاد فيها ومبغاش يتلاقى قدام الناس. واش انا ماشي راجل؟ واش قالت لك؟ اش بالحال تاعي؟ صافي خليهم الله يكمل عليهم بالخير تاعي. لا ما تحمقنا خير الله يرحم لك الوالدين، انت كيفاش خليهم؟ واش فيها واحد كيبغي وحده ما فيها بس؟ والده شوفي شكون؟ صباحات ولله الدار ولات عندنا بحال الزاويه اللي ما لقى جريت مجي يجري عندنا حنا هنايا، ما عندنا ما يدار. وها هنينا صافي هنينا خير الله يرضي عليك اش من هنينا صافي. او عيقتو بزاف وهو انا كنقول لك راه والله ما تبقى فيه باش عارف هذا غيتسطى والله حتى غيحماق هاد خونا. بغيتي نجيب بابي يريب عليك اختي توزرق الكماله دخل ياك يا اختي اش درت لك هنا عاوتاني؟ فين عمرني قلت اختك؟ اختي اختي وبت بويا قالت وبغيتي خوي لك الجناب والدراس والحناك الطبل درك وليتي تنكريني درك ياك؟ لا نكرك لا نكرك انت هاديك دخل عليك بالله كميره ولاش عندك؟ راه هنايا راه الدار قابلين عليك على قبلي انا اختي اش معنى عملك تيسيري قالت لك؟ قلت لها انت انا تبغيوني قالت لك انتبه ما تبقاش ديرها معايا انا ايوب راه سكت لك بزاف. تي اختي وليتي تهزي ليا يدك مازالك يدي حيت في داري بارك الله راجلي اديتي وسكت على قبلي وبلا كيقول لي راجلي غنطلقك على قبل خوك. بغيتيني نمشي انا وياك نسرح البكر يلا تبلدنا وحيدنا لوغتك وتكادينا وتصايدنا. انا الحمد لله كنبغي راجلي. بديتي ديري ليا تبدي ليا تي وراجلك بديتي ديري ليا تبدي ليا تي وراجلك زعما زعما كاينه غير وانت حيد يدك ودوي لفمك انت كلك كدوي كلك بشحمتك بلحمتك. عندي شويتي انا راه غنتهنى منكم صافي ما بقاش. ايوب راه عيقتي راه بزاف اخويا صافي ما بقاش. واش دخلنا عليك بالله لوسي تشكى امو تشكى راه بزاف لا كانوا دايرين على وجهي ورا عيني. ايوب ما تعذبنيش اكثر من انا معذبه. انا كاينه ديال انا كون بغيت نصدع الراس غنمشي لولد ولد ولا بنت نكبروا معايا وراري ونقول حدا ولدي تلا صدعني ولدي ولا بنتي. واش غتهناي مني دابا صافي راه ما بقيتيش غتشوفيني. هبط يدك هبط يدك سيفتك ما كنحمج نشوفها. اسمعي اسمعي دابا رانا غنجوج ودبرت على الدريه وراه لقيت الفلوس لقيت الفلوس باش نشري برد ما باش نشري برد ما فين نسكن انا وياها. شكون الدريه؟ كي سميتها؟ سميتها عرفتي سميتها؟ كي صافي جابلي تحك علينا. شوفي انا لقيتي باش نشري برد ما فين نسكن انا وياها ما بقيتش غتشوفوني كاع وانا غنسكن في المدينه ولكن ما بقاش غتشوفي وجهي وعقليه ودرتي طلبه يدي وتقولي هذا خويا نجلس عندك شوي. كيفيني انا؟ سير دخل. تهزي علينا في صوتك ودي. برك فوق الكرسي اما سدادرك وسختيهم. ودي غنبرك فوق سداري الدار ديال نسيبي سيري برك نصمك. اييه وليتي عندك الدريه وعطيها بارطمان ولا بقات فيك اودي ايوب راني ما نتسماش منال راه واقف فينا بالخلا. عندك لو جالي يجي يقول لي مروان بخير بازلق صحية قلبك. كيفاش بازلق صحية قلبك؟ شوفي انت يا فاطمه الزهره شوفي انت شنو دايره معايا مش عمر انا خسرت لك عمرك شتي مني شي حاجه ديال لعيبه بنت الناس بدلتيني على واحد جاي من العربيه البارح. مروان راه ما كاين حتى شي حاجه من داكشي اللي كيبالك. لا ما كاين والو ما كاين والو بدلتيني بيه. ما بدلتكش مروان يبقى فيا الحال كون بدلتيني بشي واحد احسن مني بدلتيني بواحد جاي من العربيه. مروان راه ما كاين والو هانت انا ما غنعرفش نشرح لك ولكن ما عندك ما تشرحي ليا فاطمه الزهراء كلشي واضح وبين الا بغيتي تشرحي ليا شي حاجه ما تحطيش راسك اصلا في هذا الشيء كامل. راه واخا كنخرج انا وياه وكتشوفنا كندور وكتشوفنا من بلاصه لبلاصه هذا الشيء كله راه غير اشنو دابا انا ما غنعرفش نشرح فاطمه الزهراء راه ماشي عندي الودنين ولا جاي من ورا الجبل ما كنفهمش كلشي واضح وبين. ما بين حتى شي حاجه ما واضحه وحتى شي حاجه ما باينه راه داكشي كامل اللي كيبان لك ما منه والو ثق فيا. فاطمه الزهراء واش مشيتي تحمقيني ولا لا؟ واش انا كنشوف كنتي ويا خارجين داخلين كتقولي هادشي ما فيه والو؟ هانت هضر غير مع خالد. ما عندي ما نهضر مع حتى شي واحد. خاصك تهضر مع خالد راه هو غيشرح لك كلشي انا ما عرفتش من المشكل. شوف الخالد حكا ما حكا فاطمه الزهراء واش بيناتها وبين ايوب شي حاجه؟ انا اللي عاودت لك انا راه عندي النفس وما كرهاش. مروان هادشي انت ما خاسر والو سول خالد راه هو غيعاود لك كلشي. ندمت على النهار اللي تعرفش والله الا بدلتي كمروان انا مازال كنبغيك وانا عارفه كتبغيني والله الا كاين شي حاجه من داكشي اللي كان اللي كيبغي شي واحد ما كياديش سمعتيني واش درتي ليا كيفرح هادشي اللي كيدرتي ليا كيفرح فاطمه الزهراء واش انت عارفه مروان غنشوفك انا مع واحد اخر وغادي نتقبلها راه ما كاين والو من هادشي كامل. فاطمه الزهراء الله يعطيك الصبر
ما باغي نفهم والو، ما باغي نعرف حتى شي حاجه. واخا انا ما غاديش نفهمك حتى شي حاجه، حاجه وحده طالبها منك، هضر مع خالد هو غيوصل لك الميساج فين انت ما خليتينيش انا وما باغيش. لا لا ما باغيش، نوضي اختي الله يعطيك السر، نوضي بدلي ساعه اخرى. هضر مع خالد ما غن... غير هضر معاه وما غتندمش. تحك فيا هضر مع خالد ما غتندمش. ما واش غتمشي؟ انا غنمشي صافي. شتي راه قد راسك كتقول لي هضر مع خالد؟ مشكل يا اختي، فلوسي مشات. ومزيانه فك، ومزيانه فك اللي ما لقاتش ضحكه وضحكت عليها. وني قالت لي غناخذ داك البرد. وايوب شحال من مره كنقول لك اخرتك غتكون على يد مراق، ها حنا وصلنا ليها. واش ريت لي جابو بيه؟ كنقول لك دمدوم، واش باغي تقابل مع بنات المدينه؟ وبنات المدينه راه بزاف عليك، حالتك حال الكلب. كلب احسن منك. عصقني اخويا خالد فلوسي مشات. مالك زينه بحال الجرو. خالد اش بغيتي يدير لك؟ غندير لك انا. يبغى بغيتي يسلفك، بعث لي من راسي راه خرجتي لي عليه. امشي قلب معايا عليه. قلب عليها؟ ديت لي رزقك كامل. شكون هي اللي نصبات عليك؟ شكون هي؟ فاطمة الزهراء. ولكن ماشي هي اللي نصبات عليك، هو اللي عطاها الفلوس. لا لا. وانت اسكت. قالت لي غنتزوجوا، قالت لي هادي مشتري صافي. وانت اللي عطيتيها. على فاطمة الزهراء دايرة هادشي كامل. مال اخويا علاش جات هذيك الزباله ديال الفلوس؟ وشحال من مره كنقول لك راه ديال مروان الدريه وباغيها وناوي معاها الحلال. مال مروان احسن مني انا. لا تحسن من مروان. ما توفرتش في صندالته. شاري كل شيء. ونوض جمع قاشك وسير في حالك. ويلي اسمع من البكا. لا اسكت. فلوسك راه كاينين عندي مسخوط. شنو كيفاش؟ فلوس راه كاينين عندي. بلاتي اشنو؟ اشرح لينا. انا نفهمكم. مزار الله يرحم لك لامي ما عمرني طلبتك. وقفي معايا في هذه. اشنو غندير اخي واخا انت عارفين انا باش ندخل في هذا الشيء. انتي داك مسخوط الوالدين ديال ايوب راه جا هنايا وغيبقى غير يخسر في الفلوس. عاوتاني. بحال ديما. والمشكلة هو أنه عش في شي هنشية برزت لينا مخنا يدور يدور يقول لينا فاطمة الزهراء. وش باش أنت راك عارف شنو غادي فاطمة الزهراء إلا شدات شي وحدة أخرى غديري كاع دوك المصاريف اللي عنده أختو غادي هذا تردي تردو لي هذا. شنو باش ندير شنو مطلوب مني أنا دابا؟ هنشية شدي ما عرفتي كيفاش ديري خذي لي ديك الأمانة وديك الساعة أنا عارف شنو غنديرو لي ندوري بك ونمشي بحالاته عليه. صافي واخا إن شاء الله. صافي صافي كون هاين يا خالد ولكن اكثر من هادشي راه ما كاينش. ديري غير هادشي الله يرحم المهم انا عارف تشرت عليك. صافي كون خير. زين ما تبغى فلوس هادشي كامل فلوس ما بقاش فلوس. شريت لك بيكو راه هي كاينه لتحت. دخلنا على البلاصه ركب على مشطور في ديك حاشاك وغدور بحالك. دخلت على البلاصه غادي نشوف بيكو وغندخل على ولاد الدوار بالبيكو. سير ودي منك ليه؟ شنو سبيت لك اخويا حتى كنحب لك لا مسامح لك في الحب. صافي صافي منال منال انا تحت كنتسنى فيه سير ما يبقاش شايطه تبعني واش طايطه كتبعني غتجمع لي خنزك وغتخرج تعطي لي تيسه هذا راه خاص كلشي يستافد منه اللي كيجي كيقول حق نضحك مع الدريات راه هذا الوقت راه ما بقى ضحك مع الدريات راه اللي جاي يضحك على شي وحده غتهجروا ليه تهجرات ولقانيت راه مزيان انا كنت داتهم لك نيت وسطاتك خالد خويا تخليك بحال الفيلم ديال كابوطي. وانا نفهم واخويا راكم فهمتك غادي هترون وخالد صاحبي بانت لك فاطمة الزهراء راه اللي بانت لك ديال ساعة كومبين مع منال وانت راه اختو هذيك اصاحبي مالك كتسطع عليا راه هو اللي قال لك فاطمة الزهراء عجبتني راه هو اللي مشى ليه. شوف هاد المرة بغى يرجع هنايا او والله حتى غنقتلو انت عارفي فاطمة الزهراء كنبغيو كنحماق عليها. صافي دابا صافي الله يرحم لك الوالد ما عمر ويجي عندي هنايا راه قلتها لخشوك قلتها الاخر عليا هادي فيكو بشرينا هادي انا معاه زوين كون طاح في شي وحدين اخرين كون داروا ليه ميسه ما يخليو ليه حتى ريال. وصافي اخويا خالد ملي طرا هاد الشيء وفاطمه الزهراء باقا ليا الحمد لله ونشكرو هاد الشيء اللي كيشفع لك حيت باقا فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء راه ديالك اصاحبي وزيد فاطمه الزهراء راه كتبغيك انت يا العيان. بصح بصح انا داوي معاك اصاحبي. واش غنقول لك اخويا خالد ما كاين حتى شي مشكل اسيدي انا عملي خدمتي بعقلك وخدمتيها معاك بالعقل ما كاين حتى شي مشكل اسيدي المسامح كاري ابو هالي هذاك المسخوط والدي دراوش واختو راك عارفه كيفاش دايره انا داكشي علاش بقى فيا وبغيت نوقف معاه ناخذ لي بعدا ديك البيكو برا العام اللي جا كيجي يخسر الفلوس ويمشي مسخوط الوالدين بحالاته وتا ربي اللي غيخلصك داكشي اللي كاين الله يخليك ليا وسيديك مني فاطمه الزهراء باقا جاج معايا زيد زيد